هذا المنجز على أرض الواقع المفصلي. دكتورة منجزة مراكز صحية، نعم منجزة مراكز صحية كثيرة. هذا إنجاز إليك باسم بغداد. لا هذا جزء، هذا جزء من الخدمة الصحية اللي نقدمها والتربوية كذلك. عندنا مدارس أنشئت وتحت الإنشاء ومدارس ستحال قريبا. لا هذا مع العلم 4 سنوات بدون موازنة. هل أنتم مقتنعون بهذه الإنجازات دكتور برأيك؟ هو لما تقول لي مقتنع، أنا ما مقتنع نهائي كمواطن بغداد يعني بالوضع الحالي، لأنه بغداد تحتاج أمور كثيرة. هذا نهر دجلة اللي صورته موجودة الآن، مليون برميل صرف صحي يوميا في نهر دجلة. شغل من هذا دكتور؟ هذا شغل مو إلي يعني، هذا شغل الآن اللي أسأله، هذا شغل الحكومة الاتحادية وهذا شغل أمانة بغداد. أنا حاب أعكس السؤال دكتورنا العزيز، حاب يعني أسأل هذا السؤال، ليش مليون برميل قاعد يعني بنهر دجلة؟ أنا مواطن أرد أسألك كرئيس مجلس. أسألني أنا جوابك يا سيدي. أولا إحنا شبكات، يعني شبكات الصرف الصحي اللي موجودة شبكات متهالكة وقديمة. الخطوط الناقلة هي لا تكفي، لأن الخطوط الناقلة كلها 60s و 70s. والآن إحنا هو هذا العمل، عمل المفروض أمانة بغداد تقوم به، عمل استراتيجي. أمانة أنت رقيب على أمانة إحنا بغداد، رقيب نسبة من الأموال. إحنا نوجه أمانة بغداد، والرقابة مالتنا رقابة مالية فقط. إحنا لما أمانة بغداد نريد منها مشروع، طيب نريد منهم إعداد لأولويات هذا المشروع. الدكتور يقول لك لا إحنا